لماذا خلقوا تونس؟ لماذا خلقوا ليبيا؟ لماذا خلقوا الجزائر؟ لماذا خلقوا سوريا؟ لماذا؟ لكي تبقى هذه الأمة مشلولة، غير قادر على توحيد الماء، غير قادر على توحيد الغذاء، غير قادر على توحيد اليد العاملة، غير قادر على توحيد حتى أفكارها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية فضلا وليس أمرا، يريد لو على جهازك، يريد زي ما ظهر أمامك دلوقتي لو بتفرج عليه المرة الأولى، فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة. انت طبعا بتفرج عليه من التليفون فهيكون المنظر زي ما انت شايف، فبتمنى برضو تعمل لايك سبسكرايب وتفعل الجرس لو بتتفرج عليه المرة الأولى، فضلا وليس أمرا. ليه دايما حقيقة الناس ومكانتهم بتظهر بعد رحيلهم، سواء الرحيل ده كان دائم أو مؤقت؟ ليه دايما الصورة الكاملة بتبان بعد فوات الأوان؟ لماذا صور الإعلام معمر القذافي على أنه مخبول؟ ولماذا ارتبط اسمه بالضحك؟ وليه دايما معمر القذافي يصور على أنه شخصية لا تفهم شيء؟ وإيه قصة نبوة قتله؟ وهل كان ضحية أم جلاد؟ هناقش مع حضراتكم الموضوع ده في ضوء الأفكار دي. ولماذا تبقى يريدون الهان تكون مشلولة؟ لكي يتمكنوا هم فقط من العمل بجدية، أما نحن نكون مشلولين. لما جاء الاستعمار الغربي وطلع وبيعطينا استقلالنا، اعطانا استقلال مزيف، سلمنا للعملاء، سلمنا لنواب الاستعمار. كيف لشخصية استطاعت الوصول إلى السلطة شابا في عمر 27 عام وبقي فيها أكثر من 4 عقود يوصف بهذه الأوصاف البعيدة عن الحقيقة، من مواليد قرية اسمها جهنم؟ نتفق طبعا أنه شخصية غريبة الأطوار، لكن لا شك انه من اقوى الحكام اللي مروا على التاريخ العربي. العالم كله بيعرف الديمقراطيه بحاجه، وراي معمر القذافي في الديمقراطيه كان غير. كلمه ديمقراطيه متكونه من نقطتين، ديموكراسي، ديموكراسي، نقولوا احنا ديموكراسي، ديموكراسي يعني ديموكراسي كلمه عربيه، دهماء على الكراسي، لما يجلس الدهماء على الكراسي تصبح الديمقراطيه، هذه الديمقراطيه. اما غير اقول نظام الحزب نظام. وبعد خطابه الشجاع عن صدام حسين، أو خطاباته دايما عن صدام حسين، بدأت الثورة وبدأت الفتنة. كيف يتم إعدام أصل الحرب؟ رئيس العراق وحكومته لما ألقي عليهم القبض أعلنت الدول المحتلة للعراق أنهم أسرى حرب، يحاكمها بهذا أسرى حرب، أسير الحرب لا يعدم ولا يحاكم ويطلق سراحه بعد انتهاء العمليات الفعلية. من عدم رئيس العراق؟ جاوبوا، نحن نعرف من حاكمها، اسم القاضي معروف ووجهه معروف وهويته، من عدمه؟ من نفذ فيه الحكم يوم عيد الأضحى؟ من يجاوب؟ ناس متلثمين متنكرين قاموا بتنفيذ حكم الإعدام. هل يجوز هذا يا عالم؟ إذا كان العالم متحضر، كيف يتم إعدام رئيس دولة وحكومته بواسطة عصابة متنكرة في ملابس تنكرية؟ من الذين نفذوا حكم الإعدام؟ من هم؟ هل عندهم صلاحية الضبط القضائي؟ عندهم سلطة قانونية لإعدام مسير حرب؟ أو واحد يقوم عليه بالإعدام من محكمة؟ تعرفوا ماذا 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 تقول الناس؟ الناس يقولوا الرئيس الأمريكي والرئيس البريطاني هم المتنكرين وهم اللي نفذوا حكم الإعدام في رئيس العراق، وهذا الاتهام سيبقى إلى أن يتم الحكم. وليش ما يحقوا في شنق صدام حسين؟ كيف يصير حرب يشنق ورئيس دولة عربية عضو في الجامعة العربية؟ ما تكلموا عن سياسة صدام حسين والخلافة معاه السياسي، منكم كل مختلفين سياسيين معاه ومختلفين حتى مع بعضنا نحن الآن، ليس حاجة تجمعنا أبدا إلا القاعة هذه. قيادة عربية بالكامل تقتل تشنق في المشانق راح نتفرج، لماذا؟ يومكم الدور جاي عليكم كلكم. أي نعم. وفي موقف للعقيد أو مواقف طبعا تعبر عن مدى الثقافة اللي كان واصل ليها، ممكن تبحث عن الموقف اللي جاي أو الإكسبريشن أو التعبير اللي جاي ده، وهتشوف طبعا بنفسك مدى الثقافة اللي كان واصل ليها. زيادة المقاعد يزيد الطين بلة. أنا ما بعرف المترجم كيف ترجم ال الطين بلة، هذه بس يصعب ترجمتها بالإنجليزي يعني، لكن المساعدة كان فيها هي to add insult to injury. كم من محب الكتابة، وكان طبعا لي أكثر من كتاب، ويمكن طبعا الكتاب المشهور أو المعروف طبعا للإعلام بأنه رمز الضحك الكتاب الأخضر، ولكن طبعا الملفت للنظر حقا هو كتاب سماه الفرار إلى جهنم، وكانت بعض كلماته غريبة وكأنها توقع. إن طغيان الفرد أهون أنواع الطغيان،
فهو فرد في كل حال، تزيله الجماعة ويزيله حتى فرد تافه بوسيلة ما. أما طغيان الجموع فهو أشد صنوف الطغيان، من يقف أمام التيار الجارف. كم أحب حرية الجموع وانطلاقها بلا سيد، وقد كسرت أصفادها وزغردت وغنت بعد التأوه والعناء، ولكني كم أخشاها. إني أحب الجموع كما أحب أبي، وأخشاها كما أخشاه. حتى كلامه عن المكائد واللي كان بيدار للعالم العربي، تحس انه هو فعلا تهديد للفئة المستفيدة من جهل الأمة العربية. هذه معالجة خطأ. اعلنوا الأدوية لا تباع مجانية، يصنعوا فيروس وينشروه في العالم باش الشركات الرأسمالية تحصل أموال ببيع الأموال. عيب، هذا حرام عليكم. الأمصال لا تباع، الدواء لا يباع. والهدف في النهاية مصر. أكبر دولة تشكل خطر على الكيان الإسرائيلي هي الصهيوني، هي مصر. وبالتالي يبغوا يحطموا أركان مصر ويضعفوا الأمة العربية حتى تقدم مصر بعد ذلك على طبق من الذهب للإسرائيليين، وتقام دولتهم من الفرات للنيل لخطوة أولى. تعالوا طبعا نتكلم عن ليبيا في عهد القذافي. التعليم طبعا والعلاج الطبي كان ببلاش أو يعتبر مجاني، الكهرباء طبعا ببلاش، ما فيش أي فواتير. يقوم تنجب طفل، طبعا طفل جديد كان ليها منحة في البداية 500 دولار أمريكي ليها وللطفل. البنزين كمان يعتبر سعر اللتر 14 سنت أمريكي. رفع مستوى التعليم في ليبيا، وطبعا من أهم الأفكار اللي كانت في وقته فكرة الدينار الذهبي، الدينار الذهبي الليبي الذي سكه القائد معمر القذافي عام 2010، وكان من المخطط أن يتم التعامل به في الاستيراد والتصدير البضائع والنفط بدلا من الدولار الأمريكي. وده طبعا يعتبر كان السبب الأهم في غزو الناتو عام 2011 لليبيا. طب ليه الكلام ده؟ لأن طبعا لو استخدم الذهب بدلا من الدولار الأمريكي ده كان هيهدد الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي طبعا الهيمنة الأمريكية على العالم. Because as soon as you say you're going to change over from the dollar to the something else, you're going to be targeted. There were two conferences on this, one in 96 and another one in the year 2000. African and Muslim nations to join together to create this new currency that would rival the dollar and euro. They would sell oil and other resources around the world only for gold dinars. ظلمناه طبعا يوم قال من أنتم؟ كان طبعا نفسه يعرف احنا مين. انا نفس الشعب يبطل انه يبص نص الكوبايه الفاضي، وكمان ما تبصش نص الكوبايه المليان. يعني ايه ده؟ لغز؟ لا، ولا تبص نص الكوبايه الفاضي ولا نص الكوبايه المليان. انا عايزك تبص للكوبايه كلها، انا عايزك تشوف الصوره كامله عشان تعرف تحكم صح. ولو شفت الصوره كامله هتحس ان انت مجرد بيدق في لعبه. في النهايه طبعا ده رايي في معمر القذافي كعقليه مقارنه بحكام عصره، ولكن للامانه تعالوا نمسك العصايه من النص. فيديو طبعا للشيخ كشك اتفرجت عليه اربك كل الحسابات دي، وعرفني طبعا ان القذافي ما كانش ملاك عشان خاطر يموت الموتة دي. اكيد طبعا كل انسان يستحق، وان الله سبحانه وتعالى لا يظلم احد، واكيد برضه هو ظلم في حياته، لكن وجهة نظري فيه كقائد وعقلية سياسية لا اكثر. لكن الاراء الدينية التي تبناها عندي تحفظ عليها. فإن ظلمك ملأ الدنيا مشرقا ومغربا، وما أدراك أنك بعد موتك ستأكلك الأرض. إن التراب سيأبى أن يأكلك، سيأبى التراب أن يأكلك. سنقول لك بعد موتك يا قذافي. لفظ الثرى جسمانه وتطهرا، ورماه في دية المجاري منكرا. لا تحسبوا تحت التراب عظامه، أبت المقابر أن تكون له ترى. وقال لهم أعملوا جوازات سفر، أعملوا حدود، وتقاتلوا علشان الحدود، علشان تبقى هذه الأمة مشلولة. يا إخواننا لابد نفيق، نحن في خطر، لأن هذا العالم لا يعترف بالحق، يجبر فقط على اعترافه على على على, على وجوده بقوتك، مش بالحق. فلسطين مش عندها حق، الشعب الفلسطيني مو صاحب فلسطين، هذا حق يعترفوا به ما يعترفوا به. من اللي باقي فلسطين؟ الأقوى الذي قادر يدفن فلسطين أحياء، هذا هو اللي باقي. اللي عند الفانتوم الأمريكية هو اللي باقي. ما تقولوش والله حق، الشعوب عند الحق في تقرير مصيرها. هذه بديهية، لكن من يطبقها؟ ما الشعب الفلسطيني عند الحق في تقرير مصيرها؟ اعترفوا بإسرائيل، قولوا لهم احنا
ناقليكم على عيوننا على رؤوسنا. ما ينفعش، لم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم مستمرين في تحكم فينا، ومستمرين في محاولة السيطرة على مقدراتنا وتسخيرها لصالحهم. هم استسلمت كثر خيرك، قاومت، هذا هو الشيء اللي يمنع فقط، المقاومة. ما تسمعوش أي كلام آخر، المقاومة فقط. حتى التعاون بيننا وبينهم والاحترام المتبادل بيننا وبينهم لا يقام إلا على أساس القوة. إذا كانت هذه الأمة قوية وتلحق بهم الضرر وقادرة أن ترد الصاع صاعين ويدها طويلة، عندئذ يجلسوا معنا على 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 مائدة المفاوضات ويجعل الحدود لمطامحهم التوسعية. عندئذ يقام التعاون بيننا وبينهم والاحترام المتبادل. كيف يقوم تعاون بيننا وبين أوروبا إذا كنا نحن ضعفاء وهم أقوياء؟ ولما تكون حروب دولية يبغوا هم يرعوا يدهم على هذه المنطقة لكي يسيطروا على مضيق جبل طارق وعلى خليج سرت وعلى باب المندب وعلى قناة السويس وعلى مضيق هرمز. يحاربوا فينا في نهر الأردن، في نهر اليرموك، وفي نهر العاص، وفي نهر الليطاني. الآن هذه الأنهار لعلمكم تحتلها القوات الإسرائيلية كلها، حتى لا يستطيع العرب أن يستفيدوا من هذه الأنهار. ثم يأتي الدور على دجلة والفرات، سيتم احتلالها. هذه أمة في خطر، بلا مقاومة لا مستقبل لنا. يجب يجدوا فيكم غلظة، يجدوا فيكم قوة. الإسرائيليين لا يقاتلون ضد الفلسطينيين فقط، يقاتلون ضد الأمة العربية. هذا قتال الوجود وليس قتال حدود. وهم ينتظرون اليوم الذي يحل فيه المشكل الفلسطيني لكي يتفرغوا للهجوم على بقية الشعوب العربية. الخندق الفلسطيني يقاوم نيابة عنكم. ما تسمعوش أي كلام، يا وحدة يا تصبحوا زي الهنود الحمر. تسمعوا بالهنود الحمر، تسمعوا بالغجر، تسمعوا بالغجر اللي مشتتين في جميع أنحاء الأرض. العرب وراء تشتيتكم. أمة أمريكية تتحدث فيكم، يجب تتحداها، مش تطاطوا الرأس أمامها في سبيل هذا التحدي. لو يبقى مليون عربي حريك. بتمنى ان الفيديو ده يكون عجبك الى حد ما. اشوفكم ان شاء الله على خير.